تختص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في صياغة النصوص التشريعية والنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور وغيرها من الاختصاصات. وتضم اللجنة عددا من السادة النواب الذين ناقشوا مختلف الموضوعات في الفصل التشريعي الرابع في البرلمان البحريني. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هي إحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب، والتي عملت على مناقشة مجموعة من المقترحات والقوانين بما يتوافق مع الدستور، والتي من شأنها المساهمة في تنظيم العملية البرلمانية التي تختص في سن المقترحات والقوانين بما يسهم في بناء ونهضة البلاد على الصعيد كافة. وقد درست اللجنة وبالتعاون مع المختصين التشريعيين والقانونيين من السلطتين التشريعية والتنفيذية ما يقارب 140 مشروعا واقتراحا خلال جميع الأدوار الانعقادية في الفصل التشريعي الرابع. فصل التشريع الرابع شهد عدد كبير من مشاريع القوانين والاقتراحات بقانون قدموها أعضاء مجلس النواب ولجات من الحكومة، وكانت أهميتها تتركز في أولا القانون التطوير العقاري، وفي نفس الوقت القضية العلاقة بالإرهاب ومكافحة الإرهاب، وأهمية استتباب الأمن على أرض الوطن. أعتقد بأن المشاريع كانت تدور في مجملها في خدمة الوطن والمواطنين، وكذلك النهضة اللي تشهدها البحرين في هذا الوقت على الرغم من الظروف الاقتصادية والاستثمارية اللي واجهها المنطقة ككل. رؤى تكاملت عبر لقاءات وتعاون ثنائي بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فأثمرت نتائج إيجابية عدة ومردودا مبنيا على المهنية والموضوعية. في أغلب القوانين أو أغلب المشاريع ذات العلاقة بالجانب التشريعي تناقش مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية بصفته هو المختص في جوانب التنفيذية لهذه القوانين، وكان طبعا هناك توافق في الآراء في كثير من المشاريع، بالإضافة إلى أن المشاريع خاصة ذات الأهمية القصوى يتم تسليط الضوء عليها من أجل أن يتم التوافق عليها قبل أن ترفع إلى المجلس التصويت عليها، لأن في بعض الأمور تحتاج إلى وضع لمسات أخيرة من قبل السلطة من قبل اللجنة التشريعية، بحيث أن هذه اللمسات تعدل في بعض المواد بما يتوافق ويتفق مع الوضع الوطن بشكل أساسي ثم المواطنين، لأن يوفر الخدمة اللازمة للمواطنين عند تقاضيهم أمام السلطة القضائية. ومع انتهاء دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع، فقد حققت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أرقاما وإحصائيات عدة في مجالي التشريع وسن القوانين.